جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء. مرحب بكم. هنعمل تمثيلية صغيرة. اي زول اذا حس في اي لحظه ممكن يشارك، نحن بنرحب بمشاركته. او بعد التمثيليه الصغيره اللي بنقدمها تنتهي، ممكن بعد ذاك يجي يورينا وجهه نظره ويورينا رايه عشان يكون مشارك معنا. البرنامج بيعتمد على المشاركه بتاعت الناس. كتر خيركم، بارك الله فيكم. نشوف الموضوع الليله شو. يا صفا. يا خالد. كيف تمام؟ انا كويسة. اها مالك الليلة شايفك كدي متحشمة كدي ومالك الليلة؟ انا متحشم ولا انت؟ ده شنو الليلة اللابسه ده؟ مالي؟ دشنو يا خالد؟ دشنو ده؟ اي مالي؟ معقول يا خالد؟ لابس مركوب؟ اي اي عين. انا عايز اقول لك حاجة. ان احنا الليلة ماشيين عيد ميلاد نونة وانا سايقاك معاي، وبصراحه كده بصراحه يا خالد بلبستك دي انا ما بقدر اسوقك معاي. نونه دي اليومتها قالت لي يلا جاو بس هي ذاتها علي. يلا والله الله والله البنت دي خلاص يا زول نمشي ليها. انت عامل شنو انا يعني نمشي ليها؟ ما هو ده حق سيستم. ده سيستم؟ اي هو كده سيستم كده. اي لا ده ما سيستم اصله، ما سيستم عين. وثم مثلا انا قلت لك البس البنطلون بتاع الكوبايه ما كده الاستريت ده. وثم مثلا القمي والبس لي يا تيشيرتي يا تيشيرت التيشيرت البينك الكينه ده جابته لك. لا يا اخي لا غنى. اها والله يا اخي دي اسمع كلامي. اها التيشيرت ذاك ما عنده مشكله. اها المشكله انا مركته لقيته هنا. بس لبست القميص وكفيته ياهو كده. اسمع هناي والقميص هنا لكن كفيته. قميصك ما حلو، بنطلونك ما حلو، والمركوب ما حلو. ودي شنو الحاجه اللي فيها هنا دي؟ ده مالي ستايل عليك الله بالله ستايل. ثم سال الحلاقه دي شنو؟ انا قلت لك احلق البتاعه ديك انت ما قلت العبو. نيمار اي دي الترويعه دي الحديثه يا لا 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 لا, لا ما حلوه بصراحه كده. بصراحه كده معنونه ما بتجي. ما امي كمان بعدين بتشاكلنا يا واد. امي شنو؟ نحن فتنا 18 سنه. امي شنو؟ نحن بقينا مسؤولين من نفسنا خلاص. اي ما لكن برضه عشان انت تكلم الحاج ما انت عارفه بجو طويله بالتليفون يا زلمه. ما عندك قضيه بالحاج. انا وانت طالعين مع بعض هنحنك ماما ونمشي. وصاحباتك ديل كلهم بيجوا؟ صاحباتي كلهم بيجوا عليك الله. اي حنمشي لعيد ميلاد كويس. والبنت دي برضه جايه؟ صحباتي كلهن جايات، حتى كمان اصحابي جايين. اصحابك يعني اصحابك ما كويسين يا اخي. انت بس جيب مالك ومالهم انت. اصحابي جايين عشاني انا. يا ما كده يا اخي انت بتحرجيني معاهم يا اخي. انت بس جيب صحباتك يا اسمك عشان الحكايه دكه كويسه. هي اصلا جايات. انا بحلق كان صحباتك جايات انا بحلق شعري ده وبعمل لك جل وبدق لك السيستم وبلبس لك الهنا وبلبس السبورت ذاك. جابت لي لالا لالا صاحبتك هاي المعاوة تيشيرتي وهنا الطقم مع بعض. هاي
وثم مثلا البس الساعه البيضاء ما تلبس السوداء دي ما حلوه. اسمع كلامي. اها. قلبي ديك ما جايه؟ منو؟ قلبي تقول لي اشتيت لك خلودي. ما جايه؟ جايه نونا. قلبي ديك تراي تقال شنو؟ اها. قلبي ديك اصلا تركيا لكن ترخيص السودان بس. صاحباتو كلهم كويت يعني ما عاد الفكره. اي والله يا ودي قلبي تقول لي يلا تشاو كده بتعمل لي تعمل لي كده تشاو. انا ما تقربت ادقها كف. معقوله يا خلود؟ معلش. معقوله؟ هسي يعني ها والساعه دي ما عجبتك؟ ما حلوه، قلت لك البس الساعه البيضاء مع القميص البينكي والجزمه البينكي والبس البتاعه ديك ودوك سيستم كده وكوبايه كده حتكون حاجه مبالغه. ما المشكلة انه يعني صعوبة. ما تقول لي المشكلة وصعوبة وغيره، قلت لك ان احنا اتجوزنا 18 سنة وانتهى الموضوع ده. يا اخي انا انت قال شنو؟ انا ما عندي مشكلة لكن يلا خلاص عندي شرط. اها. اتاخر انت والله تاخرين يا اخي، بعدين انا التاخير ما حنتاخر، كلها الساعة 12 حنجي راجعين البيت. 12؟ اي. رايك شنو؟ حنجي بدري. بعيدة يا اخي على الله، امي بعدين بتجوز يا اخي هنا يا اخي. يا ولد 12 بدري. ها؟ 12 بدري. ما بدري يا اخي بعدين صوماني الدين جاتن والله انا ما يا اخي تعرف اليوم عندك انحاس السنه رجعنا الساعه كم؟ بس ما مشكله صاحباتي جايين ما لكم على اصحاب، اصحابي ده تخليهم بناحيه اتفقنا؟ كويس والبنت ديك برضه جايه معاهم؟ ياتا اسمع منو يا اخي البنت البنت اللي بتشبه نور في مسلسل مهند نينا؟ وهي شعرها حد هنا دي خلاص هنا هنا اه وتاني يا اخي شعره في راسه انت مالك؟ شكلك قفلت عليا يا خلود. خلاص انا احكي خلاص اوكي نمشي يلا. انا ادخر ها؟ طيب. شنو يا عمك؟ يا حبيب. اها قلت لك كيف؟ كشفت الليلة السوق كويس؟ يا زول والله كشفت يا اخي. اها. لكن ما في بالقلوبة. فيلم هندي ولا باسطة؟ هلا يا. اها. فيلم هندي يا اخي يا عمك والله فيلم هندي جميل جمال مبالغة. والله قصته سمحة سماحة قصته سمحة سماحة البطل بيقتلوه ولا ما بيقتلوه؟ يا اخي يا اخي الخاين بيغني اه والبطل بيغني امك والحبيبة بتغني امك واسمها منو ديك هنا شابان باشان باشان شابان ديك ولا اسمه منو بتغني اها حبوبتهم الكبيرة ديك حبوبتهم اه بتغني يا اخي ده كلهم جق 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 الفيلم بس بدلك كده جق كل غنى والله فيه جنس غنى وفيه بنات سمحة السماحة مبالغة قطعت والله تعرف والله يا زلمة انا بيعجبني لما اكون في الجبل فوق أي. يقوم بكوريك لها جوليو اي بيجي ماشيين كده عجيبة يا دين فيلم سمع والله فيلم سمع انا بيجيب لك كمان بنيته من البنيه بيقول لها تم هريك يا تحيا نمحي تم سري هوا تهيهما وش 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 انتقام نزرك هي يلا عجالي بالحربة عجالي بالحربة دي الحربة شب بوت يمرقها تاني وش عفن يا بط مرقة تاني هات مرقة من راسه مرقة لا يا أخي الله يا أنا 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 صدق بيعجبوني عارف بيعجبوني ليه؟ عارف بيعجبوني ليه؟ ليه؟ لأنه ما موت أصله ما موت وش؟ أصله ما موت بيعجبوني أصله وكان في زي العمل فيها زي ما يتخل الفيلم بيصحى والله لذيذين خلاص لذيذين يا والله غناء وفيلم عجيب وبعدين يترشحوا لك بالالوان يا سلام شفت المسلسل الجديد مسلسل هذا المسلسل ال 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 المعرفنا والحاجه دي تركيه كده بعربيه مرحبه كده وش هنا يا الوين رايح اي حاجه ايوه في بيت كده لابسه هنا كده لا لا يا اها مكسيكي ما مكسيكي يا اخي ها فيه هنا فيه 257 حلقة لا حول ولا قوة سنتين إلا حاجة يا عزول والله دي قصة عجيبة يا مسلسل ما بيكمل كله مش؟ أي والله والله القصة عجيبة يا والله شفت ناس بيتنا كلهم بيحلقوا لك فيه ناس بيتنا شفت أتكلم معي شغل لك بأي حاجة تجي دراما سودانية طج يقفلوا لك دراما سودانية وكشفوا لها؟ ما في زول شغال بها زول ها؟ بيكشفوا دائما دراما بتجي من برا أيوه يا اخي والله العظيم ده غير الافلام الكاراتيه يا زول مستهبلين يا زول والله افلام الكاراتيه دي حلوه حلا يا زول عجيبه يا صينيه مثلا ده يقول لك ده ضربه الدبيب هاي وش
يا اخي علمتنا لك الحاجات يا اخي. مش؟ اي والله. ده غير بالسيوف. اي والله. حلتنا الورقة ديك؟ اي. اشوفها يا بوتا قالوا دارين يعملوا قبيلة بجاي وقبيلة بجاي يحاكوا المسلسل. اي. بتاع قالوا أتريدون أن تذهبوا من مدينتنا؟ وأنتم اليوم ستموتون؟ سأحاربك بسيفي هذا. بيو. الله يقصدنا قصة. أنا ما ذاك الولد وقع من فوق. ها؟ والله العظيم الولد قرب يكسر رقبته. لا لا والله محاكاتك. وقع من فوق صدق؟ ما خلوا لنا حاجة ولا شيء بنعرف لا. ها؟ أي شيء أي مسلسل يجي بيجيبوا لنا. ها؟ أي مسلسل صيني. هندي. انت المسلسلات دي بيجيبوها لنا يعني رخيصه ارخص من حقتنا اللي هنا دي؟ كانوا يجيبوا لنا المحليه دي المحليه دي والله قالوا المحليه مكلفه. المحليه مكلفه اكثر من البرة؟ اي 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 قروشة كثيره ونقاتها كثيره تصوير وممثلين داخلين ومارقين يعني الموضوع ده بيجيبوه في شريط بيبسو. ايوه نظام يعني رخيص يعني رخيص رخيص يعني مسلسلات رخيصه. اي ما هم ذاتهم الدوله اللي بتبيع المسلسل بتاعها دايره تعرض ثقافتها دايرة تعرض حاجاتها. لكن هسه نحن كلامنا ذاته ما نسيناه بس بقينا ايه كلامنا كله. لا لا حبيبتي حبيبتي قبال يومين كان بتحضر كويسه معي بتقول لي تعالي يا جنة بدور ارسلك اشوف اظن بيفتحوا جنبها طوال المسلسل التركي ذاك. بس قوم يقول لي يا حبوبه قلت لك يا حبوبه بدك مني شيء؟ بدك مني حاجه؟ حول حبوباتنا بوظوها؟ لا حبوبه بوظوها؟ بس لا بصوا الحبوبه؟ حبوصلوا الحبوبات والخيلان والعمل قصه منتهيه. بس احنا قلنا الشفع الصغار بالله الحبوبه ذاتها بوصلها؟ لا لا يوم انت عمك جابر مشى الامام بتاع المسجد قال لي يا اخي اسمع ايشاكم ده بيجي مع المسلسل ما تقدموا لنا وتاخروا لنا. القصه دي كيف؟ منتهيه. ما في لا حول حسي شفت الحرامي اللي داري يسرق؟ ها؟ الحرامي اللي داري يسرق؟ لا تقول لي يجي بالليل ولا يقول لي يجي بالصباح. أيوة. اسمعوا عيد المسلسل. ايوه البيت كله انت تقول ما عمل اللوم عمل ولا بتلفته ولا بزيحه وكلهم ما في اي حاجه يا اخي. قصه غريبه خلاص. والله في شنو؟ والله قصه غريبه. لا في شنو بس؟ ما التاثير. ها تاثير؟ التاثير يؤثر تاثيرا على أيوة. التاثر. ايوه صح. نحن بقينا قاعدين ساكت في العراء اي حاجه عوق هذول هاي انا دي كلها خلاص ثاني ما في حاجه خلاص. طب بعد فتره علينا بس نتكلم بس هاي هاي ما في حاجه. والله انا خايف يجي يوم هاي شين قاع قاع شين الله يخليك. وراح الصيني جابوا له الجديد قال جدع الريال كذا الريال عمل كشين كين كين سماه كشين كين كين ولده. يا اخي عندنا خال يا بوتا قال في صيني اللي قال لي شعريه مدفقه جنب المستشفى قال بيقرا فيها شو ما عشان والله قصدنا فايزه شديد والله تعبانين والله بقينا قاعدين ساي. يا اخي انا ما وريتك هاي ود مصطفى هاي مع الرسله الصينيه. لا يا مشيت ماما اسر جابها معاه في البيت. ايوه ابوها ظهره ثقيله قال لي يا ابوي دي صينيه. دي صينيه 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 مرتي دي صينيه. يا ابوي ظهره ثقيله قلت لك مرتي صينيه. صينيه ملانا اكل صينيه من الصين. From China. From China. My grandfather. صينية. وينة. مرتي. انت. هاي. كويس. المهم نقى معاه كده وفات. هاي. الولد فات ماشي يجيب الرغيف. هاي. لما جاء الصينية دارت تعمل مدخل. هاي. مع ابو الولد. هاي. بقيت اقول له شي تعال شو ما هي. شي تبع شي ما. قال لا بس ما تكبي فيه شطة. قصتنا بايظة. منتهين. ما في حاجة. والله يبو لخبطين لخبطة شيء خلاص. اي والله يا سلام يا حلوة كيف دي؟ والله دي شفتها ما بتتحلى. ها؟ دي ما بتتحلى. دي نحن لما نشوف لنا فولة كده يا حبيب نضربها ولا فتة كده وبعد ذاك نشوف الأفلام وين نشوف المسلسلات وين. بس ما في أي حلقة غير كده. هاي. أرى يا عمي. يلا يا عمي.
يا خالد خلودي. هاي هاي تعال. ايوه ده شنو ده؟ ها ده شنو ده؟ نوع الستايل ده. ستايل؟ ايوه واو عب علي ده ما ستايل يا خالد. كيف ده ستايل بتاع ما عارف اذا توصف لك ده شنو. لا شوفي شوفي الحركه الجديده. مشيت اول حاجه بتاع الجل لقيت الجل حقه انتهى وقال لي شعرك ذاته قرقدي ما بينفع فيه جل. خلاص اعمل له اي حاجه افرده واعمل له تبغى اي حاجه. هو قال لي المشروع ده ما ناجح معاك. انا ما فهمت قاصد شنو. طيب وين اللبس؟ انا قلت لك لو انت خجلان من الفنيله اللي هنا دي البس الجاكيت اللي انا خسرته لك معاي. ما يا مدى لبسته. البسه تاني يا خالد. والله لبسته لبسته هو والستايل ده كله لبسته. يلا لما ماشي سامع لك عمك كبير اللي بيعمل اتلفتك قال لي والله قايل لك بيت يعني هاي هاي والله مشتاقين. كيف حالك؟ الله يسلمك الله يبارك فيك. كيف اخبارك؟ الليله ما براكون. هاي هايل الليله خباركم لابسين كدي البرد البرد. ام هاي لا برد لا حاجه بس يجي قاعد لي انا اعمل كده بس تعمل كدي. الليله اظن ابوكم ولا امكم جايين الجامعه دي. انا ما قاعده هنا ببيع في دار دمتي دي وشايفاكم بعيني ديل. الليلة الواتا باردة ما حبيت ألبس وعايزة غير شوية من ستايلي. لا لا أختي سمحت الجبال بتتكلمي. قلت لهم الليلة أبونا جاي الجامعة. أبوكم جاي قالوا. والله وأصلاً أنت ما هنا هنا مشينا وجينا تاني قال لنا أبوي أمر. اسكت هس. أنت اسكت أنت أنت خليك. ما لبسك أنا ما شايفاهم يوم ذاك لما قلت لك تعال ارفع معايا الحفاظة في راسي. الولد الساعة شال الحفاظة كده البنطلون وقع في الواطة. أنا بس عشان أمي بس قالت لي نحترمك بس. والله كان ما كده. تحترمني أنا؟ أي أحترمك أهلك أحترم أهلك القاعدين في الغربة اللي بيرسلوا لكم في القروش التعبانين فيكم الشقيانين فيكم. تحترمني انا يا ولدي؟ انت كم احترمت نفسك في الاول ما بتحترم زوج صح ولا ما صح يا اولاد؟ اول شيء تحترم نفسك وبعدين تعال. دي اختك دي اختك مأمنينك ليها تسوق عيد الميلاد. والله انت ما جايبه خواريس يا جاني. ها؟ خالد؟ هاي وش؟ انت وين انت انت اللي امك وصتك وسكنوك وخدتك هنا وقالت لك ابقى عشر على اختك يا اولادي. هوي اولاد هوي. ايوه اللبس ماله زمان. والله والله الجامعات دي زمان البنات بيجن البقرن اثنين وثلاثه في الجامعه. جامعه الخرطوم الساعه يلبس الثوب الابيض كدي ويمشن بيه في الجامعه. يحلل زمان ويحلل تعليم زمان. ها أبا. يا سي داك جرس في مركوبي جابته لي. انت ما انت جبت لي المركوب يا اولاد سقط لي ما نلبسه ثاني. لبسته الليله عشان ابوك جاي المركوب. انت المركوب اللي عرفك به وانت اللي عرفتك بالمراكيب اللي عرفتك يا يابا بالسودان بسقطت. انت احلالكم انتوا وما ستايل ذاته عشان انت جبتيه يا خاله. ها ده ستايل قديم اللي انت بتتكلمي عنه ده. وينو الستايل القديم؟ التوب وما بعرف شنو. دي حاجات قديمه. حاجات قديمه؟ اها غادي. آه. انت هسي امك حاجات لي هنا قالت لي البيت دي انا اللبس جايبه لها كله من السعوديه ما شاء الله جايبه لها لبس تمام لكن ما قاعد تلبسه. لبسك جابت لك امي خطيتي بان يا بيت. والله امي ما قصرت. هاي اخرتو اخرتو في واحدين من البيت يمرقوا بها لبس وفي الشنطه شايلين لبس ثاني. هاي هاي صح. اذا ده امبارح لما جينا عيد الميلاد يلا امي قالت لي شنو؟ قالت لي خلاص اختك دي عشان تكون هناي كبيره وواعية لبست عباية القدر ذي. قامت ضربت ليزول جانب العربية قالت لي اركب انا ركبت ورا هي ركبت قدام. بس بعد شوية قامت لقيتها لما نزلنا لقيتها في بنطلونها. انت ولد يا تولد انت ولد انت يا ولد يا تولد انت يا تولد اللي بتركب اختك قدام وانت بتركب ورا. ما صعبة؟ ها؟ صاحبة قالت لي صاحبة؟ هاي انت خجل يا ولد انت؟ ادتني قروش يا هنا ادتك قروش ما تصدقيهم. وصاحبة ذاك ذاته جاب لي الموبايل ده. اجي ما جاب خالص. هيا يا بهي هيا المغتربين وهيا الناس تعالوا راجعين احفظوا اولادكم واحفظوا بناتكم. احفظوا
احفظوا اولادكم روح احفظوا بناتكم دي بحاله يا ولدي. انا مع النازي انت مالك؟ انت شنو غلط؟ انت مالك؟ انت كلك غلط، انت كلك غلط، انت مع اخو، انت مع اخو. كيف؟ والله العظيم هي انا عشان صايب بس يا الاول مع ابوك يجي هنا ده اقول لك بدي اشوف لها داخليه سكينه فيه والولد ده انت خطاه وده مع اخو. ليه؟ ليه؟ هاي ليه؟ ما بحب الداخليات والحاجات اللي كلها الناس كده مع بعضهم كلهم كلهم في مكان واحد ما حلوه. طيب السكن الخارجي بس. طيب السكن الخارجي اخرجوا انا خليتكم اخرجوا. ماشي وين؟ والله تعرف حاجه دي الليله بس الله اسمع هوي انا قاعد بس كويس والله يا انا ما خلاص انا تاني ما عندي شغل في صومان الدل بس ارى فتيتنا مع خاله. يعني الواقع واقع مرير شباب تايهين الواحد يعني تلقاه لابس بنطلون يعني ما اصلا ما المفترض يلبسه كويس وفلفله شعر واقع يعني بطال جدا والله يعني ده شيء مخجل جدا. انتوا شباب المفروض تحملوا الرايه يعني ورثوكم ليها واعطوكم ليها اجدادكم وتكونوا يعني غدوه للوراكم مش تكونوا فاشلين عشان الوراكم يجوا فاشلين زيكم. يعني حقيقه والله العظيم انا شخصيا والله الحاجه دي مزعلاني جدا. بناطلين كيف واقمصه كيف وشعر كيف يعني ما عارف انا الشيء ده بيستفيدوا من وراه شنو. المسؤوليه مسؤوليه الدوله ومسؤوليه شباب براهم. اول حاجه المغنين والمغنيات الشباب بيقلدوا المغنين واحد بيشوف فنان بيقلده اذا بيت اولت ان احنا بنطلب من الدوله انه تتدخل عديل وتمنع اي لبس فاضح. المجتمع السوداني بصفه خاصه هو يعني بالنسبه للطلاب طلاب في الجامعات يعني الناس فقدت الحشمه وفقدت الغيره حقتنا وبالتالي كدوله اسلاميه نحن مفترض نكون على قيمنا ومسننا الموجوده. انا بتمنى من كل يعني زول في السودان مفترض يكون عنده الغيره او طالب او شاب زي ما الناس حكوا يكون عنده الغيره ويكون عنده مثلا القيمه الموجوده في السودان بتخليه انه تجبره الحاجات دي. عاداتنا السودانيه بدات تنطمس او يعني تندحر نتيجه للافكار الغربيه اللي دخلت علينا وكان هدفها اساسا انها يعني تفكك المجتمع السوداني وتنهي وجوده. فانا ما عارفه يعني الشباب نتيجة لمشاهدتهم للحياة دي يعني بدوا يتأثروا بيها كثير ما بعرف من فلفلة للشعر أو كزبرتو من السيستم اللي بدقوه ده. يعني احنا شباب يعني لازم نرجع لعاداتنا نرجع لأجدادنا نرجع لعاداتنا زمان يعني ما نفلفل ما نسوي كلامنا ما صح يا شباب نرجع للأول للأحسن ما نفلفل الشعر ما نلبس كبابي ولازم يعني لازم نرجع لعاداتنا القديمة. عليك عندك شنو؟ الأولاد؟ هاي؟ الأولاد ما خلاص يتأثروا بالمسلسلات دي وأي حاجة سودانية حقتنا رزفوها نهائي. ما براهم على كيفهم ده ما جيلهم من حقهم يتأثروا بالآخرين ولا شنو؟ يتأثروا؟ أيوه يتأثروا لما ينسوا حاجاتهم؟ ديال الناس ديال أساسا الناس اللي بيجيبوا لنا الحاجات دي قاصدين يطمسوا ثقافتكم دي ما يخلوكم عندكم أي ثقافة سودانية. كيف يا خسر بقى نتكلم سوداني؟ أنت ماشية وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ ولا تعال امسك العراس. اسمع تعال زلك الدراما اللي انتم متأثرين بها دي ذاتها، الدراما السودانية مالها؟ والله العظيم يا حلاتة فايزة عم سيب لما تتكلم كذي وتتكلم عن الدراما السودانية. يا حليل الفاضل سعيد. يا سلام. ولا الأستاذ عبد الرحمن الشملي لما يتكلم في الدراما السودانية يا ناس جنيتوا انتوا. الله يا محمد. قالوا النساء قديم وتاه. يا ونس ود المهدي. ود المهدي بشعر ذاك أيه؟ لا فوق لا فوق أيوة. لا فوق الفياض لا فوق لا لا يا سلام دكين أيه؟ دكين لما يقول لك انت خايفه أي خايفه من شنو؟ ابى اخاف عينك حتموت الليله قتلها والله يا سلام أيوة والله يا ناس شوفوا درامتكم شوفوا تعشوا ما تجيبوها الاعراس بتاعتنا دي يا محمد أي الاعراس بتاعتنا دي بقت مختلفه. البنت اقول لك الليله الحنه حقتي أيه؟ دايره اعملها فرعوني فرعوني كيف؟ تجي لابسه اللبس الفرعوني لابسه التاج حق الفراعنه ده ولابسه الهرايه الحزام الطويل الماشي ذاك وعاد واللكر والشراب حتى يسووه فرعوني. لا لا شايلنا شايلنا اربعة انفار شفتي رجعنا زي زمان زي الملكه شايلنا كون 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 والما بيخجلوا قالوا بيدوا لهم 50 50 50 انا مالي مال اشيلها ب 50 50
ولا اقول لك حاجه كمان اليومين دي يوم ذاك مشيت عزبوني عزبوني ناس حسين جارنا مشيت عرس هذا العرس ما شاء الله وتبارك الله في صاله انت عارف انت عارف العرس جابوا الفنانين السودانيين غنوا ديك يا الغنى لما جات الدخله حقت العروس جابوا واحد بغني باللغه الانجليزيه كيف بس يصرخ كدي ايش مسلولي بس والعرس سيدي واو ايفا تعالتي هي والعريس تلقى عنده صلع وهبل وما جايب للدنيا خبر والله يا محمد نحن ما فاهمين اي حاجه وبعدين شنو البتاع اللي بيقول له عكدي دي كان فيها دخاخين ابو البيت قاعد وابو الولد قاعد وامه وابو الاثنين قاعدين بيعاينوا يصفروا ما بيخجلوا يا حليله يا حليله رقصه العروس بالدلوكه سوحي قليلا لا بجنب بوحي قليلا لا يا سلام ولا العادل وزير يا الله ليلى العادل وزير عادل عادل كيف عادل عريس عادل يلا قولي قولي يا عادل ليلى العادل وزير والليلى العادل يا رسول الله خجلا والضريرة هنا حسيت اخوتي الضريرة بيزلك كبت فيك الضريرة؟ هالضريرة شو ما في ضريرة مع الهنايدة؟ والله يا سامي غايتي بشتنا ولا العرس ذاته يا ولد هسي الشباب ما كلهم قاعدين بلا عرس العرس ما غلوهم أيوة والله الصالة بشيل فلاني أيوة والشيلة بشيل فلاني أيوة وكما جبت الصالة البي 100 مليون ما بتعرس الناس يلقوها وين ال 100 مليون دي عرسوا يا اخي دي قصتنا منتهية شديد يا اخي البنت تلقاها تقرا جامعة يوم التخريج بتاع ده تتحنن ايوه يوم العرس تعمل شنو؟ اسكت ساكت ها حنة ساهي هاي حنة البيت هاي حنة البيت خليها ها. الكلام اللي اولاد البيت حنن وهم علي وهم علي وهم علي وهم علي وهم علي ها الاولاد واقول لك حاجه هاي. العرسان ذاتهم العريس زمان مش بخط له الحنه الجلوب دي كده في يده وفي قرانه العرسان بيقرصوا بالحنه ب 3 مليون لا اله الا الله محمد رسول الله حنة رسم عديك كده يا محمد والله دي قصه عجيبه يا قاعد كده وحاط الله براس من لو قاعد لا اله الا الله ده كلام ده حسن ده غير الماجرين العربات الاتوس والكامري والعربات دي كلها الاتوس شنو وحاط الله العروسه جابوها يوم داك دي اقبلها في عربيه سوداء انقايه عديك كده جاب الا العربيات الامريكيه بعرف اجابوها من وين يا اخي عيني انا متخرج دكتور اكون العربيه ماشيه مطلع رصيب القزاز وبعمل كده بالطاقيه بتاعت التخريج انا هعالج منو بعد ده ما لازم اعالج روحي عيني الرقيص والعربات ماشيه ويصفروا والتخريج ذاته التخريج ذاته التخريج فوق حنة ايوه يا فوق حنة وتعرف فوق حفلة التخريج لا حول ولا قوة هذه تكلفتها بكم لا اله الا الله كل الناس ما صدقوا قراهم عشان يجوا يساعدوهم كمان قاطعين عليك الله يا سامي انت زمان بتحضروا العرس كيف لما فنان يغني انا فنان زمان انت مثلا مرة قديمة جاية تحضر العرس انا الفنان الليلة ها ها الليلة هو دهال الليلة هو دهال الليلة هو انت تحضر العرس كيف؟ بعين واحدة بعين واحدة هسه واحدة قاعدة عاملة كده اول ما الكاميرا تجي بتعمل كده اي بشتنا اصلحن ايوه اصلح على الكاميرا ما جات اي والله يا سامي يا غايتي يحلل عاداتنا ويحلل تقاليدنا يا سلام يحلل الواحد لما يجي واحد عمه في الشارع يا عمي زيك كيف ان شاء الله طيب اشيل لك الحاجه دي واديها معاك حاسس يقول لك ده عمي زغ منه زغ منه يا عمي زغ منه زغ منه والله يتبشتنا بشتنا ثقيله بشتنا السواد يا ولدي وفي المواصلات لما يلقوا مره كبيره اركب يا خال اركب بالراحه بالراحه حاسس يقول لك يا خال دقيقه يا خال عندي محاضره يا خال جليها قصتنا منتهيه والله قصتنا منتهيه والله منتهيه شديد يا اخ لا اله الا الله والله نعمل شنو؟ نعمل شنو عاد يا ولدي؟ ها؟ نحن لازم يكون في توعيه يكون في توعيه في الجامعات يكون توعيه في المدارس هاي والله غير كده نحن ما بنمرق من الكوبه دخلنا فيها دي يا ولد والله العظيم الصحاب والموبايلات يا اخي بشتنا شديد بشتنا ساي ما في طريقه البيت كله تلقى تكتبك 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 الا الاكل الاكل جنبه انت بتكتب تكتب لا في بسم الله لا اقول الحمد لله بس تكتبك 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 البيت كله بيقعد تكتبك تكتبك تبي تكتبك دي قصه عادي ولا المسلسل الحارسين والله العظيم يوم ذاك جارنا مات وركت لي فاطمه يا فوق الحيطه هاي. قلت لها روح يا فاطمه فلان ده مات قالت لي كم ما خلصت الحلقه الليله الحلقه الاخيره لا بمشي ولا حاجه لا اله الا الله عندك ده كلام ده كلام ده كان مش معنا بري زمان لما يقول لك في بكاء الحله كلها لما يقول لك في عرس والله احنا نعوز كده في العواسه هاي. الساعه مين يقول لك تسمع صوت السكري ده تشطط في النار وتقوم جاري على البكاء البكاء ذاته يختلف هسه في البكاء الواحد الجنازه جنبه الجنازه جنبه تلقى بالتليفون هاي والله ود عوض يتوفى هاي بيدفنوا فيه يا اخي القروش خدت عليه هناك قلت لك هاي هاي يا اخي والاولاد بتعيننا يوم ما تلقيتهم بيلعبوا في كوره الواد جاب جون ما
مشى جنب الجماعه عمل لهم كده تك 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 ده شو ده؟ قالوا دي بيعملها لاعب كبير كده ولقيت اقلع بيزلي حلق يا ولد الحلق ده شو؟ قال لي يا زول كيف يا نيمار يا عمك نيمار يا هاي يا يابا هو في الحلق انت ولا الشعر؟ الشعر المنبنه الاولاد في البنات معافي الله يعلم في البنات شعر حده هنا واحدين ممشطينه واحدين مسرحينه يقولوا دول المشاط هذا عديك كده الاولاد بيقوا مشطون زي النسوان لا اله الا الله محمد ده كلام ده يا جماعه والله مشكله ها؟ لا اله الا الله نعمل شنو؟ نعمل شنو يا سامي نسوي شنو؟ والله ما بعرف انا غايته انا بس عشيتكم ده حيرني بس حيرني ما عندي اي هناي معاكم لا حول ولا قوه الا بالله غايته نسال الله سبحانه وتعالى السلامه ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هيا ناي ها خلاص سمع تمام اوكي عين في عمك كده كبير شايفه كده اجيب اشوف ماله انت هاي تزعب اضرب لك انا ذاتي كيف؟ ما يا عمك اي كيف تمام؟ تمام لكن والله ما عاجبني الحال ها؟ تمام لكن ما عاجبني الحال الحال يا تو؟ لا يا اخي حالة الواتس؟ يعني انا اشوف يا خالد انا ما ادرك تحاكي الاولاد ديل بس اي حاجة عملوها انت تعملها اي حاجة عملوها انت تعملها ما تبقى زيهم يا اخي خلوهم هم براهم بطريقتهم يا اخي ما تحاكيهم ما يا زول عمل تقليع عمل حاجة عمل هنا انت بس تحاكي طوالي كل مرة مغير حلاقتك كل مرة مغير ما عارف دار تلبس سلسل كل ده كله كلام فارغ ساكت بنطلونك ناصل لحد هنا ده شنو ده ما صح كده يا اخي ها انت يا عمو انا الحاجات دي انت بتعملها ليه دار بقى شنو يعني ليه انا عشان اشرب عليك واقول انت هذا كده خلاص زوج كويس يعني ولا شنو يعني عمو انا الموضوع ما كده انت وبعدين انت انا انت كويس انك انت عاجبني انت زوج شاطر وقراي ما شاء الله وراسك ملان ليه بدا يعني الاكاديميات دي ما شاء الله بتقدمها ما عندك مشكله لكن سلوكك وحاجاتك دي انا ما عجباني يا اخي ما تتاثر بالحاجات البرده دي يا اخي ما يلا اذا كان انا بفتح التلفزيون بلقى المسلسل شغال بفتح القناه الهنديه بلقاهم شغالين بعدين بفتح الكوره بلقاهم حالقين كده حلاقه هناي يلا اطلع برا القى زملاني كلهم كده بعدين لما ما اعمل زيهم بقول لي انت متخلف ساي يا اخي عين الودع وبيمشي مع اخته هاي دي مع اختي ما امشي معها واسمع كلامها ما احترمها كمان هاي لكن اختك تحترمها لكن وتسمع كلامها في الحاجه الصح ما في الحاجه الغلط ما هي اختي بتحب الاستايل ما خلاص انت اقعد معاها فهمها قول لها يا اخي ان احنا الحاجات دي ما كلها بتجينا نحن بتاثر علينا ايوه نحن بنشوف التلفزيون بنشوف الواتساب بنشوف بنستفيد نشوف الحاجات الايجابيه في الحاجه دي يعني ما بس اي حاجه نشيلها طوالي ندورها معانا طيب لما نحن نعمل كده وين نحن وين اصالتنا وتقاليدنا وحاجاتنا وعاداتنا وسودانيتنا وين مشت لما نتابع اي حاجه كده ما خلاص بنكون مرقنا بقينا ناس ثانيين يا اخي كده بالطريق بعدين ما بنكون ناس ثانيين بقينا مسخ ذاته لاننا حالين في ديلك ولا حالين في رقبتنا نكون ضايعين تاهين في النص ساكت يا اخي كده ما صح يعني انت لازم تعمل لك شخصيه يكون عندك مبادئ يكون انت يعني عندك عزه نفس انت عندك يعني انا ما عارف يا ولد اشرح لك الحاجه كيف لكن مفروض يكون عندك شخصيتك يعني انت بعدين تاثيرك ما تخليه سلبي خلي تاثيرك ايجابي ليه انت تتاثر بهم انت ما تعمل حقك خلون هم يتاثروا بك ما انا ما قاعد اعمل حاجه غلط انت قلت هسه صحبانك كلهم اي صح نحن تلفزيونات ما حنقدر نكفلها مسلسلات ما حنقدر نكفلها دي خلاص بقت ثقافه بقت حاجه دخيله علينا لكن كمان لو ما حاربناها وشلنا منها كويس وخلينا البطال هنتابعها كده حنضيع ساكت هسه انا ما فكرت هاي صح هسه انا ذاتي فكرت في كلامك اللي قلته ده هاي. وقلت اعرس بعد الجامعه طوالي هاي ده ما في مشكله هاي. ده كلام صح العرس استقرار والعرس بيت والعرس اجمل حاجه دار اعرس لينا سمحه والله سمحه لينا منو لينا يا اخي البنت ديك صاحبه اختي لا بعدين انت ما تعرس البنت لانها سمحه وخلاص يعني الجمال ده ما كله حاجه انت عارفها عارف اخلاقها عارف اهلها عارف بتعرف لها شنو لازم تتاكد منها انها زوله تمام وانها زوله اخلاقها تمام وانها زوله مستقيمه وانها زوله بتعرف والله كويس وكده ما تعرس من طرف ساي يعني مش سالتها منها يعني وعرفتها وخلاص يعني سالتها منها شنو ها اول امبارح قلت لها دار عرسي ها
هاي. الكلام ده الساعة واحدة بالليل هاي. طوالي جاتني بس انتافي بالبيت ساقتني مشينا شارع النيل شربنا القهوة ورجعتني بيتنا رجعت بيتنا الساعة 4 صباحا. تتكلم زي ولا جميل ده؟ دي اهو الدار تعرسها؟ ايوه عرستها هاي تتقلس دقت لك الساعة واحدة هسي كان ضربت لها مشيتوا شارع النيل قعدتوا لحد الساعة 4 صباحا وجيتوا راجعين هاي والله التهامل ما عامل يا عمو والله التهامل والله التهامل وحياة اسم الله حياة اسم الله التهامل والله العظيم غلطانين نحن وغلطان المجتمع كله اللي بيخلي الحاجات دي تمشي فينا كده ساكت وظل انضم ما في حياة اسم الله ندم. انا اقول لك كلام انا عندي محاضرة مكالمة يا اسمع هاي هاي حبابك برجع عليك هاي انت والله ما عندك اوتوكيت كيف ما عندك انت اخي تختصر الزول كده اوتوكيت طوالي لا لا ده الناس الشغل ده الناس الشغل برجع عليهم هم عارفني ما دام التليفون سايلنت تعرف السايلنت لا 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 انا ما بقفل تليفوني ما بقفله لانه اي زول بيضرب لي برد له يلا عين انا داير اقول كلام هاي انا والله كلامك ده عجبني لكن المشكله بس في اختي لازم تقعدها اها لازم تنضم معاه اها قول لها يا اخي ان احنا ليه الحاجات دي تاثر فينا؟ ها؟ ليه ال 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 الناس يعملوا اي حاجه يحلقوا كده نحن دارين نحلق زيهم، يلبسوا سلسل نحن دارين نعمل زيهم، يلبسوا حقنه نحن دارين نلبس زيهم، يلبسوا سيستم البنطلون مرخرخ نحن دارين نلبس زيهم، ليه نحن نحاكيهم؟ ما نحاكيهم، نحن نعمل حاجتنا عشان ذاتهم نكون مختلفين على الاقل يا اخي. والله العظيم يا ولد سامي يا ست الدار دمه هاي. والله لاقتنا وكلمتنا ونهرتنا وتكلمت شديد هاي. وانا كلمتها بشيل حاصل كله ويلا بس ما يعني شفت لما مشينا منها طوالي اختي قالت لي يا اخي ما تشتغل بون يا اخي لا 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 قالت لي ادتني سيجاره قالت لي اشرب شربتها طوالي مشينا راس الميلات لكن ده اكبر غلط من الليله هسه انت امشي اقعد بالراحه افكر في كلامي ده واتناقش معاها كويس وبالراحه بالراحه الحاجات بتجي كده بس لو بس لو شويه كده التفتت بس حته كده بس التفتت بس اديت الموضوع ده اهتمام بسيط كده انا متاكد انت حتمشي في حته ثانيه ايوه انا تذكرتها هاي اول زمان هاي قال لي شنو اختك دي كان كبرت قول لي عين ابوي بيمثل لي في البيت ابوي هسي ورق برا شوف ده قال لي قال لك شنو شوف يا بنت هاي اقسم بالله اقطع فيك شلوت جنسينه ما قطعوا في البصرة لكن هذول هسي خلاص انا بمشي بجضم عليك في الموضوع ده امشي لا ما تجضمها اتكلم معاه بالراحه تفضل تصدق عليك هاي اتكلم معاه بالراحه عمل لها كده ما اتكلم معاه بالراحه قلت لك ها خلاص امشي اتكلم معاه بالراحه خلاص تمام يا سامية هاي يا سامية اها قلت مسلسل شنو؟ قلت لك يا محمد هاي اول امبارح اها جيت بيتكم هاي في المسلسل اها لقيتك انت نعم ومرتك هاي وبنتك هاي واولادك هاي قاعدين كلكم في تلفزيون واحد بيشوفوا هاي معلومة دي الأسرة الكريمة this is my family وبيشاهدوا في شنو؟ في المسلسل التركي هاي المسلسل التركي ده ما فيه حاجات صعبة يا محمد كيف انت بتقعد وبنتك قاعدة معاك وشوفوا المسلسل سوا ما بتخ انت لو بنتك ما بتخجل انت ما بتخجل اي أيوة والله صدقي يا سامية ها والله يا سامية صدقي ها انت مش بتشوفوا مع بعض اي معناها قاعدين تشوفوا حاجات كثيرة اي أيوة والله سبحان التلفزيون ده انا داير اقول لك حاجة اي انت لو بنتك دي ما بتخجل أيوة. اخجل انت والله اقول لك حاجة نعم هسي انا في البيت نعم لما اجي التلفزيون واقعد اي واشوف في يعني في 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 شغل في في, في مسلسل كده اي وفيه مثلا انا عارفه المسلسل ده بجيب فيه شنو اي لما نلقى ولدي الكبير قاعد أي. ما بقعد مع ولدي صح اخلي ولدي يتفرج براه وانا اتفرج براي اي والله اي والله في حاجات صعبه بتجي أي وبعدين والله. الاطفال وبعدين المسلسلات التركيه دي المسلسلات التركيه دي وما داك عندنا بيت اي قالت هناي براها كدي براها ماشي عرس الراجل ده قلت لها قالت كيف ما عرسوه وفي المسلسلات التركيه الواحده بتكون اساسا والده وبيجوا يعرسوها لا اله الا الله ده شنو هذه والله دي مشكلة يا مشكلة والله مشكلة ده كلام ده حسي مشكلة ما هو عيني يا سامية أي دولة ما العالم كله بقى شنو عبارة عن قرية التكنولوجيا تطورت ولا والكمبيوتر يتطور أي شيء تطور أن إحنا مشكلتنا ما قادرين نفرز بين الخير والشر أو الحاجة السمحة والحاجة الكعبة هي ما ثقافة أي. أنا الليلة لما أعرف ثقافة تركيا وأعرف ثقافة فرنسا ما معناته أحاكيهم ما معناته أبقى زيهم أشيل منهم السمع مثلا مثال يعني أشيل مثلا زي النظافة بتاعتهم نظيفين النظافة نظيفين والله نظافة قسم بالله لقيت لي خواجه ماشي بس كديسة لحساء أمها بس كده ده كده بس شفتي عامل كده ده شفته ترابة ما فيه وماشي كده أقسم بالله
ممكن نقول يا اخي النازل والزهور مثلا مدينته تلقاها فيها زهور أيوة. وفيها مثلا ورود وفيها مناظر جميله والنافوره، احنا ما بنعرف النافوره. النافوره ما بنعرف لا. اول امبارح عندنا نافوره افتتحوها كده، ثاني يوم الشفع جابوا فيها الحمير، اسقوا الحمير في النافوره. الموضوع انتهى. نشيل الحاجه السمحه، الحاجه الكعبه نخليها لهم، الثقافه بتاعتهم زي علاقاتهم دي نخليها. نحن زمان والله ابوي قال لي العروسه اللي دارت عريسها ولا بتشوفها، بس ابوها بيقول لك تعال يا ولد عمرك كم؟ والله يا ابوي 18 خلاص بكره عرسك، ها؟ بكره عرسك. بلح كده وبتاع حنا امسك امسك امسك، يعني انت جايز نون اولاد كده متزوج ما فاهم اي شيء. انت قلت النازل عندنا النظافه. اي تعال شوفنا نحن. اها تعال شوف الوسخ المقوم في الشوارع. معلش. وتعال شوف الوسخ المقوم ده بخشم البيوت. معلش. الناس اللي بيقعدوا في المسلسلات دي كانوا اخذوا بس شفت اخذوا لهم كل زلمه اخذ لي 10 دقائق ونظف قدام بيته، البلد دي كلها ما بتنظف؟ بتنظف ولا ما بتنظف يا ناس؟ اي والله وحياه الله سبحان الله. ويا اخي تفيدة ولا الشافع الصغير اللي بيجيبوا له البلاي ستيشن بيلعبوه، والله لقيته بعين عمره زي سنتين، ما بيتكلم ذاته، بيلعب فيه كده والطيارات بتضرب في الناس، شو هو مبسوط. يلا ده لو كبر حيعمل لنا شنو؟ ده ما اول حاجه اول حاجه بدوك ابوه اول حاجه. جد يقول لك ما هو شاب من صغير اتعلمت على العنف. ايوه أنا احنا ما عندنا مشكله قلت لك في انه الطفل نتعامل معه كيف؟ يا اخي في اوروبا الطفل ده لو ادوه بيبسي ساي بيشيلوه منك. اديت الشافع بيبسي يقول لك لا لا ما وصل مرحله البيبسي، جيبي 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 الطفل ده جيبي الطفل ده انت تكوركي بيبي ما في اي بيبي هنا اقلعوا منك بيشيلوه مش يربوه بطريقتهم يربوهن عشان بيعرفوا يربوهن. اي شفتي وبعدين عندهم سيستم يعني عندهم حياه الكويسه عندهم حياه الكعبه. يلا احنا بدورنا احنا كدول دوله افريقيه نشيل حياه سمحه بس. يعني مثلا يقول لك المصارعه الحره اللي قلت لك ودنا سبابي كده القصيروني بيكشف كده قال شاف جوزيسينا طلع في الحبل بتاع المصارعه كده بيجي نط في الزول كده يلا قوم انت تعال نط السرير بتاعهم بتاع اللوضه طلع فوق وقطعتهم طبعا بلاط الواد جاي من هناك ابو رويس ده مع رويسه دش حس هو وامه الاثنين قاعدين في عوده الاطفال يا حاجه مالك قالت لي والله ده جوزيسينا شكيته على الله ها في عدي ده الشافع الصغير الشافع الصغير ما بتفرجيه الحاجه اللي بتخليه ياثر بها او يدعمل بها في حياته. التلفزيونات دي ما بتشفر والقنوات دي ما انت بتختار القناه الدايره. ايوه نحن اطفالنا ناخد لهم القنوات اللي بنختار لهم ما ناخد لهم هنا. يا ساميه والله اللغه ذاتها يعني يقول لك يا جلوك اي يا وهمه أي. يقول لك شنو يا امك كشف له بق له وريه اهو ده شنو؟ ها يقول لك عمل حميل اكل كروب قال لي ابوه شنو جلوك جلوك ده شنو وبقول لامي يا جلكينه يا وهمه يلا للبنيه قال لها بدي مانجا 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 والله شكله زي البرتقانه هو وهم ما بيعرفه قلت لك الاسلوب وتقع يعني بيقول اه يا محمد عشان نطلع من الورطه دي نحن نعمل شنو؟ انا احنا نعمل كالاتي اي الورطه دي ما بنطلع منها الا في حاله واحده بس نمسك الشباب الشباب نحن خلاص ما في اتعرفت خلاص أي. يعني عاد ناكل جيلنا وجيل جيل غيرنا لا 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 بس نخليها للشباب الشباب برام يقعدوا مع نفسهم يشوفوا بعد 15 سنه العمر ما بيقعد كده لو الليله عمرك 20 بكره يكون 20 ويوم يعني ما بكون 20 بس ايوه باليوم وبالساعه ايوه تحسبها كده بس ما حسبتها كده بتكون عندك صلعه وامورك جايتك وقع عليك ايوه امسكوا الشباب بس يوعون في المدارس في الجامعات في المعاهد للاطفال يبدو من الاول الطفل يبدو معاه من الاول الكبر ده يبدو معاه من السطر الثاني شوف الحياه دي ماشيه في تجدد ولسه احتمال حجينا قالوا في عربات بتمشي بدون سواق قالوا يا زول والكهرباء بتخط المكوى كده تقوي براها الحياه ماشيه في تطور أيوة. يا كمان غرقنا التك يا مرقنا اللي برا الشباب انا اقول لك كلمتين الاخيره أه. بتعرف تنظم ايوه لكن بتقعد معاه بيتك في المسلسل الله يتي عشان ما عندك تلفزيون من الاول لكن والله نحن بنتعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة ونحن أصلا ما مهتمين بها كثير فأغلب المشاكل الاجتماعية هي ترجع لأسباب التنشئة الاجتماعية إنه التنشئة الاجتماعية بقت ضعيفة والاهتمام من قبل الوالدين بقت ضعيفة فبالتالي خلقت لنا مشاكل كبيرة من ضمنها إنه في القابلية للإيحاء بعد ما الشاب يكون أو الطفل يبلغ مرحلة الشباب إنه لأنه ما اتعود على أساليب اجتماعية أو على أساليب تنشئة اجتماعية صحيحة فبالتالي هو عنده يكون عنده القابلية للإيحاء فبالتالي هو يتقبل كل التقاليد بدون أي نقد التقاليد الاجتماعية الداخل له من برا يتقبلها بدون أي نقد فبالتالي يحصل له عملية بتاعت أنه يتخلى عن عاداته وتقاليده
ويتجه لعادات وتقاليد أخرى غير هي ما بتمثله وبتخلى عن حياة كثيرة في المجتمع. فبالتالي هذه المشكلات بنتعرض لها من خلال تقبلنا للتقاليد والأعراف الأخرى، فنتجت لنا مشاكل كبيرة اللي هي إنه نحن بنتقبل الأفكار وبنتقبل الحياة السيئة من المجتمعات الأخرى. فلا بد على الشباب إنه نعالج المشكلة دي عن طريق أول شيء متابعة الوالدين للأطفال في إنه بيتفرجوا شنو وبيشوفوا شنو، وثاني شيء إنه لازم نهتم بالأطفال لأنهم الركيزة اللي بتقوم عليهم المجتمع، فلا بد الاهتمام الكبير بهم. وثاني شيء إنه نحن كشباب لابد عملية التوعية، لأنه الشباب هو أكثر الفئات التي يعتمد عليها المجتمع، فلا بد من تقوية عنصر الشباب، فبالتالي لكي يكون المجتمع يتمتع بالصحة النفسية ويتمتع بقدر كافي من الصحة النفسية. للأسف الشديد نحن يعني السودانيين بقينا يعني نتأثر بالعادات الخارجية أكثر من عاداتنا نحن، فللأسف إنه يعني معظم يعني الوالدين يعني ما بتابعوا الأطفال هم بيحضروا شنو في الأفلام الوثائقية، الأفلام مثلا هي أكبر من عقولهم، فعشان كده بيتأثروا بأساليب يعني شوية هي ما بتشبهنا إحنا كسودانيين. وبرضو الطلبة في الجامعات حتى بيستخدموا برضو أساليب هي يعني ما بتشبههم هم كطلبة. فأنا يعني بتمنى من كل أولياء الأمور إنه يتبعوا أولادهم هم بيحضروا شنو وشاهدوا شنو، فيتخلوا برضو عن يعني يحاولوا يتخلوا عن العادات الخارجية وما يتأثروا بها. العادات اللي قاعد تجينا وتدخل على السودان باعتبار أنه عادات دخيلة علينا نحن كسودانيين، دي والله عادات ما بتشبهنا نحن حقيقة ولا بتشبه شعبنا. نحن قبل ما نتكلم في المنطلق الإسلامي عندنا عاداتنا وتقاليدنا نحن كسودانيين، يعني بالضرورة نغطز ونكون متمسكة يعني بكل العادات والتقاليد عشان أننا نقدر يعني نطلع جيل كويسة تقدر تقتني بمبادية بطريقة كويسة. الأمر ده إنه بيرجع لدور الأسرة في تربية الأبناء أصلاً، وبالتالي إنه نحن الأطفال لما يقوموا يشوفوا أخوانهم الأكبر منهم هم إنه عاملين الحاجات دي، بالتالي إنه يحاولهم يقلدوهم، فبالتالي إحنا دورنا بيكون في الأطفال أقوى لأنه هم أصلاً ذلك إحنا ما حنقدر نتحكم فيهم زي ما إحنا بنتحكم في الأطفال، والأطفال ذي ذاتهم إحنا نراقبهم هم ونراقب أصحابهم. دور الأم هنا بتكون دور مهم جدا، لانها هي اللي بتكون دائما موجوده مع الطفل بتراقب التغيرات اللي بتحصل للطفل، ما زي الاب لانه بيكون اغلبيه الوقت بيكون في الشغل. لازم الام اذا عادت تعديل جيد وبتحضر لها محاضرات عن الارشاد وكيف يربوا الاطفال والطريقه ومتطلبات اي مرحله بتاعت النمو بتتطلب انه الاطفال يعملوا زي ده. وثانيا القدوه الحسنه، يعني انت يوم تكون شخص قدو يعني الشخص الكبير لازم يكون قدوه حسنه من خلال يعني اعطاء الارشادات الكافيه للاطفال.